صباح الفل يا جماعة، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دائما. الموضوع زي ما شفت من العنوان، ايه احسن عربية اشتغل بيها في اوبر او كريم او اي ابليكيشن من اللي احنا هنقولهم في مصر؟ ايه احسن عربية وايه العوامل اللي هي بتختار على اساسها ان انت هتشتغل في اي ابليكيشن من الابليكيشنات دي؟ تعالوا نشوف ونعرف تفاصيل اكتر. يلا طيب، مبدئيا اي حد بيبقى عنده ظروف، ممكن يسيب شغله في مره، ممكن يحصل عنده ظروف في شغله، ممكن زي كورونا مثلا شركه تصفي، ممكن هو بيدور على مصدر دخل تاني. الحاجات دي كلها من الاسباب اللي بتخلي الواحد يدور على مصدر دخل كويس او مصدر دخل تاني على الاقل، يعني ايه، يزبط له المعيشة بتاعته شوية. حلو. طيب السؤال الاول، هل الابليكيشنات دي ممكن تبقى اساسية اللي هو شغلي الاساسي فول تايم؟ والله ممكن تبقى، ونفس الوقت طبعا اللي معاه مؤهل عالي وبتاع وكده، يعني ما انصحش ان ده يبقى طبعا انك تسيب طبعا شهادتك وبتاع وتروح تشتغل مع الابليكيشن ده. ايه الابليكيشنات المتاحة؟ عندك اوبر، عندك كريم، عندك كوفا درايفر، عندك وينجو، عندك ان درايفر اللي هو دلوقتي اصبح موجود بنسبة كبيرة جدا جدا. انا متوقع له ان هو هيوصل لدرجة تنافسية كبيرة مع اوبر وكريم. طبعا كريم مملوك لاوبر حاليا، كان شارين له في صفقة 3 مليون. المهم عشان ما نكترش في الكلام، انت دلوقتي بتفكر تشتري عربية، هتشتريها نفترض ان انت شاريها قسط او شاريها كاش، مش هتفرق. اول عامل موضوع البنزين، هل العربية دي موفرة في البنزين ولا لا؟ دي لازم تسأل عنها. وانا هرشح لك سيارتين وهقول لك الاسعار، او كذا سيارة الاسعار بتاعتهم من الاسعار الكويسة في السوق، واللي هي يعني حاول ما تجيبش غيرهم. دي نصيحة مني يعني. ماشي. عندك البنزين، عندك نسبة اوبر، انا بديك المعلومات عشان تبقى فاهم، نسبة اوبر بياخد 26% غير البنزين بتاعك، عشان تبقى فاهم 26%، وكريم برضو نفس القصة 26% غير البنزين، انت متحمل البنزين. بيحاسبك المشوار ازاي؟ اول ما بتفتح العداد، بقى دلوقتي في القاهرة 8 جنيه الكيلو ب82، الدقيقة ب40 قرش، وعلى هذا الاساس بيحسب لك العدد الكيلو، مش 10 كيلو في 10 دقايق، فبالتالي 10 كيلو في 82 زائد 10 دقايق في 40 قرش زائد فتحة العداد اللي هي في الاول. دي اعتقد ناس كتيرة هيعرفوها. طيب لو انت دلوقتي عايز مصدر دخل، روح اشتري عربية سواء قسط او اشتريها كاش، ولازم تعرف هل هي موفرة في البنزين. ايه اكتر عربية او ايه اكتر كذا، يعني في السوق المصري في كذا عربية موفرين جدا جدا في البنزين. بص يا سيدي، لما تسمع الماتور 1400 سي سي اعرف ان هو موفر في البنزين. هيعمل كام؟ هيوصل معاك 7 لتر ماكسيمم، يعني ان شاء الله لو انت ماشي كويس وبتاع ومهتم بالعربية، 7 لتر هيمشوك 100 كيلو. ماشي. لما بتزيد بتبقى 9، بس عمرها ما هتوصل في 1400. في 1600 ممكن توصل معاك. طبعا العربيات تختلف انواعها، يعني برضو العربيات الالماني لو هي حتى 1600 سي سي هتلاقي موفره في البنزين برضه. هم دماغهم، هم ما شاء الله يعني الالماني معلوش نص كلمه يعني. طيب فانت بالتالي بتعرف البنزين موفر لان هو ده العامل الاساسي في القصه. وطبعا ممكن العربيه تبقى غاز، الغاز موفر اكتر بس بيهلك الموتور. وانا كنت سالت كذا حد فهو قال لي كده من الناس اللي هم مستخدمين الغاز. وطبعا مش هتجيب عربيه جديده من الانواع اللي هنقولك عليها وتروح تحولها غاز، يعني دي نصيحة. طبعا البنزين دلوقتي ب8 جنيه، يا رب قبل ما اموت يوصل ل3 جنيه. معرفش احنا كل حاجة في البلد قاعدة بتزيد وحاجة زي الزفت يعني بصراحة. فماشي يعني، ربنا يتولانا يعني. خلاص. وطبعا لازم تبقى حاسب موضوع القسط كويس جدا، لو تعرف تدفع مقدمة اكبر عشان القسط يبقى قليل، عشان لما تشتغل في خلال الشهر ما تبقاش انت قاعد بتدفع وبتدفع للعربية كمان، فهتبقى هلكة كبيرة جدا يعني. وخصوصا يعني اتمنى ان يكون عندك وظيفة تانية جنب الوظيفة بتاعته. اول عربية ارشحها لك
هي الفيات تيبو سواء مانوال او اوتوماتيك. طبعا الاوتوماتيك ب 270، المانوال بيبدا من 200,000 دلوقتي. فهي عربيه موفره جدا، بتوصل معاك مثلا 6 ل 7 لتر، يوصلوك 100 كيلو. تاني حاجه سيات، اللي هي مش سيات، لا اللي هي سوزوكي سيات سويفت، معلش سوزوكي سويفت، هتلاقيها موفره جدا جدا وفيها اوبشن كتيره. اللي بعد كده عندك نيسان صاني، بس نيسان صاني 1600 سي سي، فيعني ايه ما رشحلهاكش قوي يعني، بس هي برضو عربيه ممتازه جدا جدا وحاجه كويسه. عندك بعد كده اخر حاجه نتكلم فيها البي واي دي اف 3. البي واي دي اف 3 من العربيات اللي ثبتت نفسها في السوق كويس جدا، وهي طبعا حد هيقول صيني وبتاع، بس هي موجوده، هي موجوده في السوق. يعني لو تعرف تشتري اي عربيه غير الصيني، لو انت لسه اول مره تشتري، فنصيحتي هتلاقي المعظم طبعا هيرشحوا لك الفيات تيبو بقوه يعني، والنيسان صاني جميله، السوزوكي سويفت حلوه جدا في 400 سي سي. فاحسب حسبتك اليوم من 8 ساعات مثلا هيعمل لك، هتعمل لك كام في الفيديو. لو انت يعني بتفرج بقى بالعربيه ورايح مشاوير وجاي من مشاوير وبتاع، واشتغلت كانك فول تايم، اليوم بتاعك مثلا ممكن يصفي لك مش اقل من 250 300 جنيه. ده برضو يعتبر كويس جدا، خلي بالك يعني. فجربوا قولوا لي رايكم ايه. اللي عنده خلفيه بموضوع اوبر كريم، عنده مشكله بتاع، اعرضها كده وخلينا نتناقش مع بعض في الكومنتات. واي حد عنده استفسار انا موجود. سلام.